العرب يسمون للكاهنة أي الساحرة، يعرفون أنني أكلمكم وأنكم تستمعون إلي، يندهشون لرؤية امرأة تحكمكم، لأن النساء كن يبعن في أسواق الجواري بالنسبة لهم. أجمل فتاة ليست إلا سلعة ليس لها الحق في أن تتكلم أو يستمع إليها أحد. المرأة الحرة تخيفهم، وأنا في نظرهم هي الشيطان. كانت هذه كلمات للكاتب الجزائري كاتب ياسين على لسان الملكة ديه، وردت في روايته نجمة الصادرة سنة 1956. خضعت شخصية ديه للكثير من التجاذبات الإيديولوجية، حيث شيطنها العرب وصوروها على أنها ساحرة تستخدم الجن في حروبها، وأنها حاربت الإسلام والمسلمين، كما قام بعض الأمازيغ بأدلجة هذه الشخصية وأسطرتها، فضلا عن المبالغات الجمة التي طوقوا بها هذا الرمز الأمازيغي والإنساني المشترك. لم تكن دهية ملكة فحسب، بل أيضا قائدة عسكرية خلفت الملكة أكسيل، وحكمت الأمازيغ وشمال إفريقيا، حفرت اسم المرأة الأمازيغية بآهات السيوف وأوديتها غصبا عن التاريخ في سجن النجاح والتخليد، كما انتزعت إجماع الرواة على أنها كانت من أشد النساء بأسا عبر العصور. رأت ديهية أو تيهية أو ديا النور في عام 585 ميلادية. في الوقت الذي ولدت فيه لم تكن هناك حدود في شمال إفريقيا، بل كانت المنطقة عبارة عن حفنة من القبائل كصنهاجة وزناتا ومسمودة يجمعها قاسم مشترك هو الأمازيغية. قبائل لم تعرف هدوءا ولا استقرارا إلا في فترات قليلة، لذلك امتد تحركها المستمر حتى دخول العرب إلى شمال إفريقيا، ولذلك أيضا كانت قبائل محاربة بطبعها وفق ما جاء في تقرير لصحيفة تأغطي عربي هندية. حسب التقرير فإنه ليست ثمة مصادر تاريخية تنقل صورا دقيقة من طفولة ديه، بيد أن جملة من الباحثين في التاريخ والثقافة الأمازيغية ذهبوا إلى أن كل ما وجد أن الكاهنة تلقت تكوينا خاصا بأبناء الزعماء والقادة، تكوين عسكري وثقافي أهلها لترث حكم جراوة عن والدها لاحقا. تضاربت الآراء بخصوص ديانتها، ثمة من اعتبرها يهودية، وهناك من قال إنها وثنية بذريعة أن الديانة اليهودية وقتئذ كانت محصورة بين التجار اليهود في المدن الرومانية، ونظرا أيضا للطوق والحصار الذي فرض على تحركات ومعابد اليهود. خلفت الملك كسيلة في حكم الأمازيغ بشمال أفريقيا سنة 680 ميلادية، أي عندما كانت تبلغ من العمر 65 عاما، وظلت عاصمتها طيلة فترة حكمها هي مدينة خنشلة في جبال الأوراس بالجزائر حاليا. ورد في روايات المؤرخين أن القبائل الأمازيغية أجمعت على تولية ديهية أمرها غداة أن خطفت الموت ملكهم كسيلة، إذ التقاليد الأمازيغية القديمة كانت تقتضي أن يقوم مجلس القبائل بالتصويت عند وفاة الحاكم لاختيار حاكم جديد. يقول ابن خلدون في كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أخبار العرب والعجم والبربر، إذا اضطرمت إفريقيا نارا
وافترق أمر البربر وتعدد سلطانهم في رؤسائهم، وكان أعظمهم شأنا يومئذ دهية بنت ماتيا بن تيفان ملكة جبل أوراس وقومها من جراوة ملوك البتر وزعماؤه. مكنتها حنكتها، قوتها، كاريزميتها وكذلك شجاعتها من توحيد القبائل الأمازيغية تحت ظلها لمواجهة الرومان ومن بعدهم العرب المسلمين. وحسب بعض المراجع التاريخية قادت الملكة دهية عدة حملات ومعارك ضد الرومان والعرب والبيزنطيين بغية استعادة الأراضي الأمازيغية التي استولوا عليها في أواخر القرن السادس الميلادي. المثير أن حكم دهية تزامن مع حكم الخليفة عبد الملك بن مروان الذي أراد استئناف خطة الفتوحات الإسلامية والغزوات العربية لتطويع المزيد من الشعوب غير المسلمة. تم اختيار حسان بن النعمان لقيادة فتح شمال إفريقيا بعد أن تمكن من غزو مدينة القيروان واحتلالها وطرد بقايا البيزنطيين من قرطاج. حاول أن ينتقل إلى القبائل التي تخضع لحكم الملكة دهية الملقبة بالكاهنة. حين سمعت دهية بخبر تقدم جيش حسان نحوها سارعت إلى تحرير مدينة خنشلة من الاحتلال الروماني وطردت منها الروم، ثم هدمت حصونها لكي لا يحتمي بها جيش حسان. في سنة 693 ميلادية واجهت دهية جيش ابن النعمان في معركة بجاية واستطاعت أن تهزمه مجبرة إياه على الخروج من تونس وطرابلس ليستقر في برقة ليبيا منتظرا المدد من الخليفة الأموي. مع ذلك لم تسعى الملكة دهية إلى تخريب أرض المسلمين، ولم تلمس القيروان بسوء، ولم تقتل المسلمين المتواجدين بها، ولا قامت بالتنكيل بهم ثأرا وانتقاما مما يكيده العرب لأرضها. بعدها سيطرت دهية على شمال إفريقيا زهاء 5 سنوات، وهناك روايات تشير إلى كون مملكتها تشكل اليوم جزءا من الجزائر وتونس والمغرب وليبيا. تميزت بحس إنساني وسلوك حضاري تمثل وفق المؤرخين في إفراجها عن جميع الأسرى الذين بلغ عددهم 80 أسيرا دون تعذيبهم، بين أنها قررت الاحتفاظ بأسير عربي واحد فكان خالد بن يزيد القيسي الذي تبنته وأقام عندها وعاش مع أبنائها الآخرين، والذي تتهمه بعض الروايات بأنه هو الذي كان يزود الأمويين بمعلومات استخبارية عن الكاهنة. تمكنت دهية من إفشال الفتح الإسلامي بالأحرى تأجيله، إذ بعد 5 سنوات تأكدت أن الزحف العربي قادم من جديد، وأدركت حينئذ أنه ليس بمقدورها صده كما السابق، فلجأت لسياسة الأرض المحروقة. كانت الأرض المحروقة استراتيجية لتخريب جميع المدن والضياع، لأنها كانت تؤمن أن الفتوحات لها غاية استنزاف ثروات شمال إفريقيا والسطو على خيراتها. لم تكن دهية تقبل فكرة أن الفتوحات لها غاية نشر الدين الإسلامي في كل الأقطار، ولذلك تنسب لها مقولة إن كنتم تزعمون أنكم جئتم برسالة من الله فأعطونا إياها وارحلوا. أمرت دهية بقطع الأشجار وهدم الحصون وحرق المحاصيل من طرابلس إلى طنجة، الأمر الذي أثار حفيظة الأفارقة الذين بدأوا يعتقدون أن الملكة قد جنت فانفضوا من حولها وهاجر كثير إلى الأندلس. أسفرت هذه السياسة أيضا على تشرذم الأمازيغ مما أدى بالتابعة
إلى إضعاف دهية، وبالتالي إلى انهزامها في المعركة الثانية ضد حسان بن النعمان. علقت على ذلك الباحثة نضار الأندلسي قائلة: إذا ما كان في وسعنا أن نصف مسار الكاهنة الحربي في صراعها مع الفاتحين فإننا نقول إنها ملكة، وفي الوقت نفسه تخطط للمعارك وتنفذ استراتيجيتها وتتولى القيادة العسكرية، ويبدو أنها دافعت حتى النفس الأخير عن وطنها بالحديد والنار، وفرضت حكمها بالقوة جعلتها تتمتع بهيبة، وانتهى بها الحال إلى إحراق كل الموارد الطبيعية التي كانت مطمع العرب، لكن قتلها شكل هزيمة منكرة لأتباعها، فقتل من قتل وهرب من هرب. قتلت دهية بمعركة بئر الكاهنة سنة 82 هجرية الموافق ل 701 ميلادية، بعد أن خاضت المعركة ضد الجيوش الإسلامية بشجاعة، رافضة دعوات الهرب والاختباء خلف التضاريس الوعرة. كيف قتلت دهية إذن؟ لقد تم قطع رأسها وأرسل إلى المشرق، وكان هذا الإسراف في التمثيل بجثتها رغبة في الانتقام من صوت امرأة قالت لا وجرعت الفاتحين مرارة الهزيمة، كما أنه إشارة قوية لشتى أشكال المقاومة التي يمكن أن تطفو إلى السطح في المستقبل. الحروب التي خاضتها النساء عبر التاريخ لم تكن من أجل الاستعمار بل من أجل المقاومة، ودهية لم تخض الحرب من أجل الحرب بل من أجل الدفاع عن أرضها. يقول الأستاذ أحمد عصيد في وثائق عن الكاهنة مضيفا أن الملكة دهية ترمز أيضا للحب والحنان، وقصتها ملهمة ومؤثرة جدا وغنية دراميا، وصورتها هي صورة المرأة في المجتمع الأمازيغي القديم. عرفانا لما قدمته هذه المرأة للتاريخ والنضال والموت من أجل الأرض والوطن، قامت جمعية أوراس الكاهنة بتنصيب تمثال طوله 1.80 متر لبطلتهم القومية وسط بلدية بغاي بالجزائر سنة 2003. وفي المغرب فقد زينت بدءا من الأسبوع الأول من مارس 2021 جدارية ضخمة للملكة الأمازيغية دهية شوارع أيت وريم. متابعات ومتابعي قناة الشاملة الأفاضل، إلى هنا نكون قد أتينا إلى نهاية هذه الحلقة من إضاءات فكرية. أشكركم جزيل الشكر على المتابعة وحسن الإصغاء. إلى اللقاء مع حلقة جديدة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.